يلي خليت الهوى يلي خليت الهوى كل نبض كل دقة الله عليك قلبي يحضنها ما لثلاث أيام ما جاني خبر شنو ما شاء الله عليك تيونك تيونينج مالك يعني مسطره قاعد توازن من الالف للياء الله عليك عندك جمال في صوتك حبيبي طيب عرفنا عن نفسك عبد العزيز ابراهيم من السعوديه اهلا الله اطربتني واقنعتني وانا بقول لك انك انت صوت واعد اديت هذه الاغنيه بكل امانه وبكل إحساس عالي وبكل تقنية الله عليك مشان هيك أنا بقول لك أنت لازم تكون بفريقي لأنه أنا رح أهتم فيك كتير هي عم بتجرب تلم أنا ما أعرف إلا الصوت اللي يرن في أذوني أنت تعرفني أنا ما أختار أي شيء زائد أني أنا المدربة اللي حصلت على The Voice السنة اللي فاتت فطبعاً أكيد في محسوبيات الخيار لك حبيبي أنا وسميرة ملفناش عشان نتفرج على اللحظة دي بس أيوه